روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري. وذكر هنا رحمه الله تعالى ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة، وأورد حديثا عاما في فضل عموم العمل، في فضل عموم العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وإراده ذلك رحمه الله تعالى في باب فضائل الصيام من أجل أن من جملة العمل الذي يفعل في العشر الأوائل، العشر الأيام الأوائل من ذي الحجة عدا يوم النحر الصيام، فهو من جملة الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن، فيشمل قوله العمل الصالح الصيام، فهو من جملة الأعمال الصالحة التي يحرص على القيام بها في العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعشر الأول من شهر ذي الحجة أيامها خير الأيام، كما أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان هي خير الليالي، فخير أيام السنة العشر الأول من ذي الحجة، وخير ليالي السنة العشر الأواخر من رمضان. وفي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة، وهو سيد الأيام وخيرها وأفضلها. فالحاصل أن العشر الأول من ذي الحجة أيام فاضلة وعظيمة ومباركة، وهي خير أيام العمل الصالح، وينبغي على العبد المسلم إذا وفق لإدراكها أن يغنم العمل الصالح فيها من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الطاعات والعبادات. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: أخرجه البخاري. وهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله تعالى هو لفظ الترمذي في جامعه، أما لفظ الإمام البخاري قال: ما العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. والحديث دل دلالة ظاهرة على فضل هذه العشر وعظم شأنها، وأنها خير أيام العمل الصالح، وأن المسلم ينبغي أن يغنم تلك الأيام
وأن يحرص فيها على الأعمال الصالحة. ومن جملة العمل الصالح الذي يحرص عليه في هذه العشر الصيام. ولأجل هذا أورده المنذري رحمه الله تعالى في الأبواب المتعلقة بفضائل الصيام. نعم.